لتسليط الضوء أكثر على الفعاليات الثورية بمناسبة مرور عام على انطلاق ثورة تشرين، تنضم إلينا الدكتورة ذكرى عبد الصاحب الناشطة في تظاهرات تشرين عبر الهاتف من بغداد. أهلا بك دكتورة ذكرى. بداية، صحيفة ذا ناشونال الأمريكية في تغطيتها للذكرى الأولى لثورة تشرين كتبت: العراقيون يجددون عهدهم بمواصلة الثورة تزامنا مع ذكراها الأولى. كيف ستترجمون ذلك عمليا على الأرض؟ شكرا جزيلا وشكرا لقناتكم ومتلقيكم. حقيقة نعم، نحن ماضون ونحن اليوم متظاهرون في الذكرى الأولى لثورتنا العصماء، ثورة أكتوبر، عهدا لشعبنا ولدماء أبرارنا شهدائنا الأعزاء على قلوبنا. أننا ماضون وما أكثر لتحرير بلدنا من براثن الدول الجوار المتسلطة على رقابنا ومرتزقتهم من الحكومة اللي جاءت بعد 2003. نعم. إن شاء الله. طب الآن دكتورة، كما تعلمين فإن ثورة تشرين تلخص صمود متظاهري العراق وتمسك الفاسدين بالسلطة. السؤال هنا: إلى أي مدى يمكن أن يحقق الحراك السلمي هذه المعادلة بإزاحة الفسد والفاسدين عن المشهد السياسي في العراق؟ أصلا طبعا أول شيء صوتي قطع لكن فهمت تقريبا. حقيقة نحن كما ذكرت ماضون إلى آخر لحظة وإلى آخر قطرة دم من كل المتظاهرين، يعني أنه مصرين أن ننال الحرية والكرامة لبلدنا ولشعبنا. حقيقة ماضون حتى آخر شخص نطرده من وطننا من هؤلاء المرتزقة اللي جاءت بهم دول الجوار. نريد وطن حر، نريد وطن سليم معافى، نريد مواطن كريم، نريد حقوق غير مستلبة، ونريد أرض نظيفة وماء نظيف. لا أحد يتدخل في بلدنا وفي شعبنا في مصائره. سيدة ذكرى، فنحن ماضون إلى أبعد الحد وإلى آخر يوم من عمرنا إحنا نقاتل من أجل حرية بلدنا. نعم سيدة ذكرى، وكما تعلمين هتف الثوار كثيرا خلال تظاهراتهم ضد الأحزاب الفاسدة ونظام المحاصصة. كيف تنظرون إلى نظام المحاصصة كثوار وما فعله بالعراق؟ حقيقة أو سوء ما جاء هؤلاء منذ 2003 حتى الآن هي تلك المحاصصة والطائفية التي فتتت البلد وفتتت حتى قلوب الناس، قست قلوب الآخرين على بعضهم، لأن هؤلاء هم من جاءوا بهذه التفتيت، جاءوا بهذا التفتيت أنه من ناحية أنه فرق تسد، يعني أنه فرقوا المجتمع حتى هم يقدرون يسيطرون عليه. أصبح العراق فئات وكل فئة متمسكة بفئة معينة، يعني حقيقة مستغلين يعني شلون طيبة الشعب العراقي وحبه للآخر والاستئثار، هذا الاستئثار الجميل الذي لا يوجد لأي كائن بالكون سوى العراقيين أنه يستأثر على نفسه للآخر. فهؤلاء استغلوا طيبة العراقي، طيبة الإنسان وطينته وطبيعة أخلاقه والتزامه بالخلق العربية المعروفة، هي العشائرية ويعني وأيضا الدينية اللي احنا كان مسيطر على بلدنا نزعة الدين. فهؤلاء سيطروا على المواطن من خلال هذه الأمور، تبعهم معظم الناس الفقراء البسطاء والسذج. الآن إلى سؤالي الأخير سيدة ذكرى، أكثر من 700 شهيد وآلاف الجرحى والمغيبين من المتظاهرين ارتقوا خلال عام واحد كما تعلمين، ماذا أنتم فاعلون بحق الشهداء والمصابين وما هي مطالبكم من أجل المعتقلين والمغيبين؟ تفضلي. نعم بالتأكيد نحن أوفياء لدماء هؤلاء الذين سقطوا منا ولم يبقوا 700 شهيد وإنما تجاوز 1000 شهيد حقيقة، والمعتقلين أكثر من 12,000 معتقل ومغيبين. إلى الآن هناك شباب مغيبين وما زالوا يغيبون، كل يوم يغيب منا مجموعة من الشباب وكل يوم يقتل منا من الشابات والشباب اليافعين الواصلين مراحل دراسية عليا ومراحل من الثقافة اللي هي تأثر بالمجتمع، وهذه خسارة لأجيالنا أن هؤلاء ربما يخلفون أجيال قادمة مثقفة واعية. فحاليا احنا خسرنا أجيال من خلال يعني استهداف هؤلاء الشباب وقتلهم. حقيقة نحن ماضون للإنصاف لحق الشهداء ونطالب بمحاسبة القتلة ومحاسبة المرتزقة الذين يتبعون هؤلاء القتلة.
كنت معنا عبر الهاتف وإن شاء من الله بغداد نقدر نسيطر عليهم. الناشطة ذكرى عبد الصاحب، شكرا جزيلا لك.